السلام عليكم، ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده فيديو جديد وسيده جديده. فيديو النهارده فيديو حلو جدا وبسيط جدا. فيديو النهارده بقدمه ليك انت يا غاليه بكل تفاصيله وبكل حاجاته الممتعه البسيطه جدا. عايزه اقول لكم ان الفيديو النهارده ما فيهوش شغل كتير، ما فيهوش حاجات كتيره، غير اني لمسات جماليه كده كلنا نستفاد بيها في قلب بيوتنا ان شاء الله. ما تنسوش بس في اول الفيديو دعمكم ليا باللايك وكمان الكومنت المحفز اللي بتحفز بيه. ولو انت اول مره بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد طبعا يسعدني وجودك معايا وتنور عيلتي الكبيره وتشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني. بحبكم كتير في الله، يا اجمل واحسن عيله في الدنيا. ودعوتنا لسه لأهل فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم، اللهم أمين، ويرحم شهدائنا في الوطن العربي يا رب، اللهم أمين. عايز أقول لكم أنا يمكن مقصرة معاكم بقالي كام يوم، يعني ده والله غصب عني في الفيديوهات، بان كنت بنزل لكم فيديوهات كانت عندي بس والله غصب عني دوت. يعني انتوا عارفين لما بيحصل كده بكون فعلا انا عندي ظروف مخلياني مش عارفة فعليا ان انا حتى امنتج فيديو وانزله يكون فيديو حديث. بس انا بشكركم من قلبي وكل حد بيقف في ظهري وكل حد حتى يعني بيكتب لي كده كومنت محفز. ربنا يديك الخير يا رب، خير ما انتي بتعملي معايا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. في اول الفيديو ما تنسوش في اول الفيديو ان احنا بننزل فيديو تاني الساعة 11:30 بالليل، علشان خاطر الناس اللي مش واخدة بالها بنزل دلوقتي فيديوهين في اليوم، فيديو الساعة 5 أو 5:30 بتوقيت القاهرة، والفيديو التاني بيكون الساعة 11:30 أو 12 بالكتير. تعالوا بقى نشوف هنا، ما تنسوش دعمكم باللايك، وتعالوا نشوف اول حاجة. هي كانت جايبة شوية مشتريات للمطبخ، اطباق وشوية بولات للتقديمات وكمان للعزايم بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى تعالوا نشوف، كانت هنا جايبة قارورة، والقارورة دي يعني ناس كتيرة قوي بتحبها، طبعا هي جايباها كاملة. عايزة اقول لكم الناس اللي دخلت لي جديد من القناة هنا على القناة التانية بشكركم من كل قلبي. الناس اللي متابعاني على القناة التانية كمان انا بنزل فيها شغل بيتي، فبشكركم من كل قلبي والله. وانتم متابعيني اول باول كده وتدوني فيها يعني حاجات حلوة. انا رصيت معاكم النيش بتاعي الفيديو اللي فات تقريبا او اللي قبله، لا اللي قبله رصيت معاكم النيش بتاعي وجبت لكم وانا برصه، وكمان الفيديو اللي قبله جبت فيه شركة التنظيف وهي كانت بتنظفني الانتريه بتاعي. ففي فيديوهات والله على القناة التانية بتاعتي بنزل فيها يعني من شغل ايدي انا او من شغل بيتي هتستفادوا منها والله. فروحوا هناك واشتركوا فيها لان بجد هتعجبكم، وفيها افكار وفيها حاجات هتفيدنا كلنا الايام الجاية في بيوتنا. يعني انا برضو زيكم سيدة بسيطة، فيعني على قد ما اقدر بوريكم الحاجات اللي انا بقدر اعملها او باخد منها افكار من فيديوهاتنا هنا بنفذها عندي. يا ريت تشتركوا هناك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. القناة التانية اسمها من بيت رودي، اكتبوا كده في السيرش بتاع اليوتيوب من بيت رودي، وهسيبها لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله. روحوا هناك واشتركوا وقولوا لي ايه رايكم. طبعا رايكم ده يعني شرف على دماغي ويهمني طبعا، لاني انا جددت في الشقة الفترة اللي عدت دي، الاسبوع اللي عدى جددت فيها وغيرت فيها حاجات كتيرة، وده كان من ارائكم انتوا الناس الجميلة الحلوة اللي معايا على القناة التانية. يلا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. طبعا كل دي مشتريات او تجديدات هي جايباها لبيتها. بتوريكوا هنا زي نظام صدادة كده بتتحط على المقالي او على اي حاجة، حتى كمان انتوا شايفين هي حطتها على الازاز علشان منها ان هي تقفل الحاجة، وفي نفس الوقت كمان مش بتوقع اي حاجة زي ما انتوا شايفين. يعني هي حطتها على البولة الازاز وما شاء الله عليها ما وقعتش ولا اي حاجة زي ما انتوا شفتوا كده. هنا طبعا كانت جايبة صفاية جديدة، والصفاية دي يعني انا شفتها في اكتر من موقع وفي ناس كتيرة بتشكر فيها. لو انت معاكي خضار زي ما انتوا شايفين وعايزة تصفيه بسرعة فهي بتصفيه بسرعة. تعالوا هنا بتوريكم بعد ما خلصت المطبخ او يعني ترتيب المطبخ، وكانت جابت باسكت جديد. الباسكت ده اللي هو عامل زي الغسالة، يعني اللي هو الباسكت الدوار، بس ده جديد بقى
شايفين يعني هي المفروض ان هو هنا بتقدر تتحكم في الاداء بتاعه، يعني لو مش عايزاه يجري بسرعة زي ما انتوا شايفين بتهديه، لو عايزاه يجري بسرعة بيجري بسرعة. وهنا طبعا في من الجنب كده اداة بتتشال علشان تفضي المية منه، وعايزة اقول لكم ان دي حلوة جدا. يعني انا عندي برضو في الجردل بتاعي بتاع المسيح في نفس الحتة دي، بفتحها كده من تحت بتصفي لي المية، سواء المية اللي انا كنت بصفيها من قلب الموب بتاعي او المية اللي انا حطاها من قصدي. تعالوا بقى هنا نشوف كمان تنظيفها للريسبشن هيكون ازاي. طبعا هنا الاول كانت قبل ما تجيب الجردل اللي انتوا شفتوه بتاع المسيح، كانت بتمسح عادي بالجردل اللي هو العادي او بالشرشوبة العادية. وعايزة اقول لكم ان الشرشوبة دي والله العظيم اجمل من رائعة، يعني حلوة جدا. ناس كتيرة قوي قالوا لي يا رودي احنا لسه بنستخدم لحد دلوقتي الشرشوبة دي، وعايزين نقول لك ان هي بتشيل من على الارض، ساعات بيكون في شعر كده وفي حاجات كده واقعه في الارض فهي بتشيله، وفعلا انا بضم صوتي لصوتهم، هي حلوه مش وحشه. ولكن في حاجات جديده زي ما انتم شفتوا طالعه جديده، يعني بتسهل على ست البيت حاجاتها او امورها. طبعا شفتوا الباظات الجديده او الزهور، باقات الزهور الجديده دي في الريسبشن. تعالوا بقى نشوف غرفة النوم والأباجورات وطقم الملايات الجميل اللي هي جايباه لغرفة النوم. بصراحة عجبني الشابو قوي بتاع الأباجورة، حسيت ان هو مختلف عن اي حاجة وجديد، فشكله حلو. كمان لونه فاتح عشان الغرفة عندها لو تحسوا تلاقوها لونها غامق، فهنا اللون الفاتح في اي ديكور هتحطيه هيبرزلك جمال الحاجة اللي انت حطاها. تعالوا بقى شايفين طقم الملايات. طبعا طقم الملايات ده يعني هو شبيه لايكيا، ولكن هو مش بتاع ايكيا، شبيه ليه يعني. هو في مقاطعة بالنسبة لايكيا، ولكن هو شبيه ليه. تعالوا نشوف بقى هنا زي ما انتوا شايفين كده التويلت بتاعها، هتبتدي ان هي تنظمه، وده المفروض التويلت بتاع غرفة النوم. تحط طبعا المناديل والاستكس وكل حاجة بتستخدمها للتويلت. الطقم بس اللي هي حطاه على الحوض كده شكله شياكة بصراحة، اللي هو الطقم اللي هو بتاع حطت فيه الزهور وحطت فيه المناديل شكله شياكة. تعالوا بقى بعد ما خلصت التويلت عملت هنا الجزامة بتاعتها، كانت جايبالها منظمات كده جديدة علشان تنظمها فيها. شايفين بقى قد ايه قبل وبعد، يعني حاجة كده كانت بتوريكو وهي حطاهم على الرف على طول، يعني مش حلوين، ولكن لما جابت المنظم ده خللها الدنيا شكلها افضل او احسن يعني. وطبعا مش في كل الحاجة، في حاجات وحاجات. تعالوا نشوف هنا بقى في الحديقة او في الجنينة او البلكونة اللي بيكون برا الشقة. الترابيزة هنا باللون الخشبي، ولكن كان في حاجات لو تلاحظوا من الجنب كده كان بدأت ان هي تبوظ او بدأ لونها ان هو يروح، جابت الدهان اللي هو برضو الخشبي وهتبتدي تدهنها. احنا عارفين ان احنا اصلا الايام دي الموضة الدهانات كلها او الديكورات بالنسبة للخشب هي هياها نفس الالوان، الالوانات اللي هي الخشبي، فتغيير من لون للون تاني اخر يعني انا شايفة ان هو ما كانش هيبقى حلو زي ما هتحط نفس اللون بتاعه. فطبعا هي عملت كله الانتريه بالترابيزة كطقم يعني. بعد كده بقى تعالوا نشوف في المطبخ والحلويات اللي هي بعد كل ده لازم طبعا كانت تعمل لهم حاجة كويس. فاول حاجة هي عملتها الرز بلبن. عايزه اقول لكم الرز ولبن ده فكرني بنفسي دلوقتي حاليا، لاني اولادي عايزين الرز ولبن، فانا قاعده اقول لهم بصوا استنوا عليا انضف بس البيت، لان انا شايله البيت كله فوق بعضه وبنضفه تنظيفات الشتاء فلسه ما خلصتهوش. فقلت لهم بصوا استنوا بس عليا اخلصوا كل حاجه ان شاء الله بامر الله نفسكم فيها قولوا لي عليها وانا اعملها لكم، سواء بقى رز ولبن، سواء محشي، سواء اي اكلات انتوا حابينها ان شاء الله اعملها لكم. وبس كده حبايب قلبي،
كده يكون الفيديو بتاعي خلص، ويكون الفايدة اللي كانت معانا النهاردة تكون يا رب تكونوا استمتعتوا من الفيديو. خلص فيديو النهاردة، اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.